الكهرباء ربما يفشل في الوصول إلى صيغة واتفاق بشأن دفع نص الغرامة لنادي الزمالك، يعني شكلي أخسر الرهان، شكلي أخسر الرهان. شفت أنا لما بجيب معلومة حتى لو ضدي بقولها، لأن أنا راجل بتاع معلومات، فلو معلومة فانسعت مني ما بستحيش. النهارده اطلعت على اوراق تفيد ان كهربا ملزم بدفع الغرامه كامله، وان ليس هناك اي مشكله في ان يدفع كهربا الغرامه في حساب نادي الزمالك، وان لا صحه بالمره لما ذكر ان كهربا في انتظار رقم حساب جديد بشأن دفع الغرامة عشان الحسابات الموقوفة أو اللي حاجز عليها الأستاذ ممدوح عباس، حيث أفادني أحد المحامين الكبار من خارج مصر بأن الاتحاد الدولي ليس له علاقة، تدفع اللي في أنه حساب إن شاء الله تودي الفلوس كاش، وإنما المحكمة الرياضية يعنيها إيصال السداد أن الزمالك وصله الغرامة. فحتى الآن الغرامة على كهرباء كاملة طبقا لهذا الخبير المحترم المهم اللي تواصل معايا وصحح لي بعض الأمور وقال لي لا أعتقد إن محاولة كهرباء بإنه يدفع نصف الغرامة، قال لي الخطة إزاي، قال لي محامو كهرباء بيعدوا لخطة إنهم يدفعوا نص الغرامة ويخشوا في نزاع على النص الثاني بشأن ان هذا النصف مخصص لسبورتنج لشبونه، وبعد هذا النزاع يطلب من الاتحاد الدولي ان يسمح لكهربا باللعب الى ان ينفض النزاع. قال في حاله كهربا قال لا اعتقد ان ده هيتم، هي فكره ولكن ستبوء بالفشل. الحكم صادر ونهائي بان كهربا يدفع الفلوس كامله وبسعر النهارده، وبسعر النهارده. قلت له طيب يعني انا انفردت وقلت نص الغرامه من شهور، ومحامي كهربا الاستاذ المحترم المحامي بتاعه قال نص الغرامه، والاستاذ محمد شبانه ايد كلامي وقال نص الغرامه. قال انا تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الدولي، موقف دفع نص الغرامة ضعيف جدا، وأنا اطلعت على كلام المحامي أشرف عبد العزيز والمذكرة اللي راحت للاتحاد الدولي بشأن هذا الأمر، ولكن بخبراتي صعب، وموضوع الحسابات المقفولة أو المحجوز عليها من ممدوح عباس ليس لها علاقة بالدفع، لأن المحكمة الدولية عشان تشيل الحظر عن كهربا ويلعب يعنيها إيصال السداد وبسعر الدولار في الوقت اللي هيدفع فيه أيا كان هذا الوقت طبقا للمهلة. قلت له الحكم طالع مناصفة، وناقشته في كل حاجة. قال لي هذه المعلومات اللي عندي وموقف الزمالك قوي جدا في دفع الغرامة كاملة. وقال لي على مفاجأة من العيار الثقيل. طبعا بصوا يا جماعة كلنا بنجتهد، إلى أن يعلن كهربا إنه دفع سأعلن الراية البيضاء وأقول خسرت. أنا ما زلت مصمم إنه هيدفع النص. أنا بقول لكم الجديد اللي جالي مش رأيي، لما يدفع الغرامة كاملة أرفع الراية البيضاء وأقول أنا اتهزمت في المعلومة دي، لكن لغاية ما يدفع أنا مصمم إنه هيدفع النص، لاني مش مقتنع ولا راكبه دماغي انه يدفع المبلغ كامل. الجديد بقى خلي بالكم انا مصمم انه هيدفع النص عشان محدش يفهمني غلط، لسه ما رفعتش الرايه البيضاء، ارفع الرايه البيضاء لما يدفع، ليه دعوه باي اجتهادات محامين، ولكن بقول لك الجديد اللي وصلني. في اتصالات تمت، ده انفراد بقى ليا.
ده انفراد، سواء نص الغرامة أو كاملة. في محاولات من بعض المسؤولين وتواصل مع رئيس نادي الزمالك بشأن تقسيط المبلغ على كهرباء بشكل ودي. يا عم محمد آفي آفيش آفيس آلافيس، خلاص يا عم علمني الهيافة يا بوت على في الفرغة والصدر. واحد قال يقول لي افيش البرتو، يا عم افيش ولا لافيش ولا مش اي حاجه يا عم، يا عم اللي افتكرته قلته حقك علينا يا عم. افيش البرتغالي يا عم، افس البرتغالي، افش البرتغالي، سمي براحتك. انا الغريبه في موضوع، عشان احسم الجدل اقول لك ليه، ان انا مصمم اني ما زلت عند رايي ان مفيش حد طلع ورقه، لا الزمالك طلع ورقه ان كهربا يدفع كامل المبلغ، ولا كهربا طلع ورقه انه هيدفع نص المبلغ. ولكن انا من خلال الناس اللي بكلمهم عند كهربا انا بقول لك معلومه النص، لان انا مش مقتنع بالمبلغ كامل. وبرضه بقول لك المحامي ده تونسي اللي انا كلمته، ومش مصري ومش على علاقه بحد. تعال خد مني الانفراد ده. في مسؤول كبير كلم رئيس نادي الزمالك وطلب منه تقسيط المبلغ وإعطاء كهربا مخالصة عشان يلعب، ومرتضى منصور رفض وقال ما أقدرش أعمل ده، الجماهير مش هترحمني، ده انفراد وعلى مسؤوليتي. وفي ضغوط كبيرة جدا على الزمالك عشان يقبل يدفع نص، يدفع المبلغ كهرباء مقسط. في ضغوط كبيرة ومن مسؤولين كبار ان الزمالك يقبل بتقسيط المبلغ واعطاء مخالصة الكهرباء. يا استاذ محمد محدش يدخلني طرف، احنا مش في معركة عشان تقول لي هات حكم الكاس وانت تعرف. انا بقول لك انا يا بيه وريت الحكم وكلمت الناس، بقول لك انا اتحدى انه مش هيدفع غير النص. انا ما بتكلمش انجليزي، انا بقول لك الجديد محامي تونسي كلمني قال لي كهربا هيدفع المبلغ كامل، وقال لي واحد اتنين تلاتة قلته لك. انا عبد الناصر بقول لك كهربا مش هيدفع غير النص، لما يدفع المبلغ كامل هقول لك انا خسرت الرهان. اقول تاني يا جماعة، انا مع ان كهربا مش هيدفع غير النص، وبتحدى لو دفع المبلغ كامل ارفع الرايه واقول انا اتهزمت يا جماعه وخسرت الرهان. يا هيثم انا عارف الكلام ده كله، يا هيثم برضه يا هيثم انت زي الناس. لا اله الا الله يا هيثم، انا قلت ده من سنه وانفراد ليا، هو انا غيرت كلامي يا هيثم؟ انا بقول لك الراجل التونسي صديقي قال لي ايه، فبقول لك هو ده اللي مستند عليه الزمالك اللي قاله لي المحامي التونسي. انا بقول لك انا بتحدى صاحبي التونسي ده وبتحدى اي حد، وما زلت مصمم ان كهربا هيدفع النص، وبعلن لما كهربا يدفع المبلغ كامل هقول انا اتهزمت وخسرت الرهان، واقول انا اتهزمت يا رجاله بالانجليزي. عبد الناصر زيدان اتهزم بالانجليزي لما يدفع، لكن لغايه ما يحصل ده انا متمسك انه هيدفع النص. يا رب الناس ما تقوليش حاجه تاني. معلومتي وانفرادي ان في مشكله في المبلغ، وان في مسؤولين كلموا الزمالك عكر كهربا يقصر، مسؤولين بقى مش طلب محامي وكذا لان اترفض التقسيط من المحكمه، مسؤولين كلموا الزمالك وقالوا لهم عايزين نقسط المبلغ وادوا مخالصه للولد يلعب. مرتضى قال ما اقدرش الجمهور مش هيرحمني، ومسؤولين كبار وضاغطين على مرتضى، ومرتضى ما يقدرش يقول لهم لا، ولكن قال لهم ما اقدرش عشان الجمهور. اعملوا انتوا ده وخدوا انتوا القرار وانا ماليش دعوه. ده انفراد انا.
ادينا مستنين. هيثم اسماعيل بيقول لك كهربا هيطلع بيان رسمي، ادينا مستنين البيان الرسمي وهيدفع كام. هيشوف التونسي صح ولا الزمالك صح ولا مرتضى منصور صح ولا محامي صح ولا انا صح واشرف عبد العزيز ومحمد شبانه. هنشوف. انا لغايه ما كهربا يطلع البيان انا مصمم انه يدفع النص فقط لا غير. بس والمقطع ده صاحبي التونسي هيشوفه بكره وهيقول لي انا داخل في تحدي معاك.